عاوزة بنت ولا ولد؟ ايه ده؟ هو مزاجنا؟ تصدقي ايوه، دلوقتي بقى ينفع نختار نوع الجنين قبل الحمل. طب ده بيحصل ازاي؟ هو ده مش حرام اصلا؟ تعالي نعرف الاجابة سوا مع دكتور احمد مشالي وبرنامج فرحة العمر. مفيش حاجة اسمها ان انا اروح لدكتور هيوصف لي اكل معين، حمدي بقى ولا قلوي، هيوصف لي نوع علاج معين، هيوصف لي وضع جماعة معين عشان اعرف اتبعه واجيب ذكر او انثى. والله ما كان حد غلب، لازم نعرف ان هي ارادة الله قبل اي شيء. رقم اتنين، ان في وسائل في العلم اتيحت لنا ان احنا ممكن ان احنا بطريقة علمية سليمة اقدر احدد نوع الجنين اللي هينقل لرحم الزوجة ده. وطبعا هنا طالما قلت جنين هينقل يبقى لازم هعمل لهذه الحالات حقن مجهري. في اي حاله عايزه تعمل تحديد نوع جنين لازم هتخش في برنامج الحقن المجهري. فزي ما بقول في وسائل علميه اتاحت لنا ان احنا حلل كروموزومات الجنين اقدر اشوف اذا كانت اكس واي ولا اكس اكس. كلنا عارفين لو اكس واي هتبقى ذكر ولو اكس اكس هتبقى انثى، فاقدر اختبر الاجنه قبل زرعها. هل معنى كده اي حاله جايه تعمل حقن مجهري وما حملتش قبل كده وولدتش قبل كده ان انا اعمل لها اختبار نوع جنين؟ كانت في ضوابط لدار الافتاء محدده هذا الموضوع عشان ما يبقاش العمليه على المشاع وتفتح برده باب للتجاره. لازم تكون الزوجة عندها مرض مرتبط بالجنس، يعني واحدة بتجيب بنات عندهم مشكلة مرتبطة بان هي انثى، فلو غيرت لها نوع الجنس الولد ده هيتلافى موضوع المرض وتولد جنين سليم ومعافى. او ان يكون في مشكلة حقيقية بين الزوجين ان هما جايبين 4 أو 5 بنات والموضوع هيقف على طلاق وهم كل واحد فيهم بيلقي اللوم على الاخر وكده. لكن مش ما ينفعش ان العمليه، وانا شخصيا برفض عندي ان واحده زوجين لسه جايين في مقتبل العمر ان هم يعملوا حقن مجهري اول مره بتحديد نوع جنين. اذا كان انا سمعت مؤخرا ان برضه دار الافتاء حتى اجازت هذا، بس الحقيقه انا نفسيا ما ببقاش مقتنع. بقول تاني ان تحديد نوع الجنين هيتم عن طريق ان احنا بنعمل عمليه الحقن المجهري، والجنين اللي ناتج الجنين بيبقى عباره عن مجموعه خلايا. انا باخد خليه من كل جنين وببعتها معمل الجينات والكروموزومات تتحلل كروموزوميا عشان يقول لي الجنين ده نوعه ذكر او انثى. بيبقى في ترتيب للارقام، يعني مثلا طلعت 7 أو 8 أجنة مترقمين 1 و2 و3، والترقيم ده برده عشان اقوله بيبقى معاد من قبل المعمل بتاع الأجنة ومن قبل المعمل بتاع الجينات وبيترقموا مع بعض. على برغم كل ده ساعات بيبقى فيه نسبة خطأ بشري، بس هي الحقيقة لا تتجاوز 1%. فطبعا الموضوع بيبقى عليه رقابة شديدة جدا وبيتم متابعة كده، لكن زي ما قلنا احنا في الأول والآخر بشر، ممكن يحصل نسبة خطأ بشري إن شاء الله 1 في 1000، عادة ما بيحصلش، بس برضو ده لازم برضو من الأمانة العلمية يتقال للزوجين أول ما بييجوا يعملوا عندك تحديد نوع جنين.